مرة رابعة أن تنظم هذا الحفل الجماعي على شرف الأيتام، وهذه السنة بالتنسيق مع جمعية القوافل الطبية صليف الخير. والآن أنتم تلاحظون حوالي 600 يتيم إلى 800 يتيم سيتم الإفطار الجماعي، وكان في البرنامج كسوتهم جميعا، والحمد لله تم ذلك. كل الأطفال اليوم 800 طفل مكسوة. عدة نشاطات تتخلل هذه العملية، منها ركوب الدراجات النارية، ومنها ركوب الخيل وركوب التراموي، بالإضافة إلى ألعاب المهرج وبعض النشاطات التربوية. جمعية الارتقاء بلدية جميلة، جينا اليوم المدينة صطيف بدعوة من جمعية القوافل الطبية صطيف الخير، وأيضا جمعية رابط وجمعية زينب شار كافل اليتيم. جبنا معنا حوالي 45 طفل من أجل كسوتهم، وأيضا المشاركة في هذا الإفطار الجماعي حوالي 1000 يتيم، إفطار 1000 يتيم. هذه كانت مشاركة جمعية الارتقاء. اليوم رانا في أجواء جد جميلة، فرحة عارمة للأطفال. نتمنى أن هذا المبادرة تكون سنة حميدة يقومون بها كل عام. شكرا للقائمين على هذه المبادرة الكبرى. قمنا بالمبادرة هذه بالتنسيق مع جمعية ربط وجمعية القوافل الطبية صطيف الخير. جبنا اليتامى حوالي 800 يتيم، حاولنا نكسيهم 22 بلدية، ودرنا لهم إفطار جماعي مع الأطباء، مع الممثلين، مع جبنا نكسيهم وجو عائلي، ان شاء الله يكون لاباس. صحة رمضان. جينا فرحوا الاولاد الايتام كما بصفه عامه، وكما راك تشوف الجو لهنا، الجو راه ما شاء الله. نشكر جميع من ساهم في الكسوات، وكلش من شارك في فرحه الاولاد، وان شاء الله مزالت البركه، مزالت الرحمه في قلوب الناس. نشكر جميع من شارك، والحمد لله.